مع السفير عبد الحميد عبداوي المدير العام للاتصال و للاتصال والاعلام والتوثيق بوزاره الخارجيه. صباح الخير سيد السفير. اهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الخير لمتابعي قناه الشروق. سيد السفير اولا شكرا على قبول دعوتنا ولو عبر الهاتف في هذا الوقت وفي هذا الظرف بالذات، وخصصت هذا الشيء فقط لقناة الشروق نيوز. سعد سفير، فقط فيما يخص الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وفي سوريا إثر هذا الزلزال المدمر الذي عرفته هاتين الدولتين خلال هذا الأسبوع، واللي الحق الآن عدد الوفيات وإن صح التعبير عن الشهداء إلى قرابة 40,000. فيما يخص الجزائريين هناك، هل من معلومات عندكم عليهم؟ وكنا شفنا عائلة جزائرية عالقة في تركيا. شكرا على سؤالكم وعلى متابعتكم الدائمة لوضعية الجالية الجزائرية في المناطق المتضررة من هذه الكارثة. بالنسبة للجالية الجزائرية، لم يسجل أو تسجل ضحايا جدد بين أفراد الجالية الوطنية الموجودة في المكان، وما عدا الضحيتين رحمهم الله، الحمد لله وضعية الجالية الجزائرية مستقرة، والسفارات الجزائرية والقنصلية العامة بإسطنبول تتابع الوضع عن كثب. ما أريد أقوله أنه هناك عائلتين متضررتين من هذا الزلزال، وتم التكفل بهما من طرف القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول، وتم إيوائهم والتكفل بكل احتياجاتهم. بالنسبة لسوريا لم نسجل إلى اليوم أي ضحية والحمد لله. نعم، فيما يخص فقط العائلتين الجزائريتين اللي تم التكفل بهم، لك تقول سعد سفير انه تم التكفل بهم، هل هما اللي شفناهم ناشدوا رئيس الجمهورية منذ يومين حتى يتم التكفل بهم، هذوما العائلتين؟ نعم، تم التكفل بهم مباشرة، لأن الجمعيات الجزائرية الموجودة هناك تقوم بدورها وتنسق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، والحمد لله ليس هناك ما يذكر في هذا الخصوص. نعم، إذا عندنا اثنين وفيات في تركيا، هكذا سعد السفير رحمة الله. نعم، هناك ضحيتين سجلتا وتم نقل جثمانهما إلى أرض الوطن وإلى مسقط رأسهما. نعم، في مدينة باتنا وبالضبط في بغزول. نعم، إذن سعد سفير، هل هناك تسجيل لمفقودين جزائريين الآن ما زالهم في المناطق المتضررة؟ إلى صباح اليوم ليس هناك أي معلومة تخص تسجيل مفقودين جزائريين جدد، والعمل متواصل بالتنسيق مع الجمعيات الجزائرية والجزائريين الموجودين هناك في تقصي أي معلومة تخص أمن وسلامة المواطنين الجزائريين. نعم، سيد سفير، شفنا منذ الساعة الأولى من هذا المصاب الذي أصاب تركيا وسوريا أن الجزائر سواء من ناحية سياسية أو سياسيا من أعلى السلطات ودبلوماسيا كذلك، شفنا طائرات تحركت بشكل كبير إلى تركيا وسوريا من أجل المساعدة على الأقل أو مد يد العون للأشقاء في سوريا وفي تركيا. كيف تصفون مثل هذه المبادرات اللي خرجت منذ الساعة الأولى وكانت الجزائر سباقة للدخول إلى سوريا وكسر الحصار؟ أكيد هذا يستمد أولا من تاريخنا ومن قيامنا في واجب التضامن تجاه أشقائنا سواء في تركيا أو في سوريا، والدليل على ذلك هي رسائل التضامن التي بعث بها برقيات التضامن التي بعث بها السيد رئيس الجمهورية لكل من القيادة التركية وكذلك القيادة السورية، و
البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وقد لقيت هذه الخطوة وجودا على أرض الميدان بفتح أولا خطوط للطيران أو جسور للطيران بين جسرين بين سوريا بين الجزائر وسوريا وبين الجزائر وتركيا لإيصال المساعدات، وكذلك إيصال فرق الإنقاذ للحماية المدنية، والذين أحييهم بهذه المناسبة حيث يقومون وقاموا ويقومون بعمل جبار شهد له الجميع بما في ذلك في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى الواشنطن بوست كتبت عليهم. نعم الواشنطن بوست وغيرها. إذن تشوف أنه غادروا أمس أعتقد رجال حماية المدنية من سوريا سعد سفير؟ يعني مهمتهم فيما يخص الإنقاذ وصلت إلى نهايتها أمس، وبدأت الضلائع الأولى هم في الطريق الآن نحو الجزائر إن شاء الله. مرحبا بالقوى أو القوة المدنية اللي عندنا واللي شرفت الجزائر أحسن الشريف من خلال الدور اللي قامت به في سوريا وفي تركيا. سيد سفير، دايما فيما يخص الجالية الجزائرية المتواجدة في سوريا وتركيا، هل وضعتم مخطط أو ربما أمور دقيقة حتى تقدروا تلحقوا المواطنين الجزائريين أو الجالية الجزائرية المتواجدة هناك، أو حتى يقدروا يتواصلوا معكم؟ هل تحركت القنصليات والسفارات هناك؟ نعم، المماثليات الدبلوماسية والقنصلية العامة بإسطنبول موجودة في عين المكان وتنسق حاليا مع الجمعيات الخاصة بالجالية الجزائرية، وهنا نرى فائدة أن تكون هناك جمعيات تعمل بالتنسيق مع المماثليات الدبلوماسية، والفائدة منها في هذه الكارثة هناك ثقة، هناك عمل منسق بين القنصلية العامة في إسطنبول والمناطق والجمعيات الموجودة في المناطق المتضررة لتقصي أثر أي جزائري يكون محتاج أو يكون منكوب، فهذا عمل نثمنه ونشجعه كذلك بالنسبة لكل الجزائريين الموجودين في الخارج على أن يكونوا في جمعيات ويتضامنوا فيما بينهم ويكون التواصل الدائم مع الممثليات القنصلية والدبلوماسية الجزائرية بالخارج. نعم، نعيد سعد سفير عبد الحميد عبداوي المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، أكد خلال هذا الاتصال الهاتفي أنه تم التكفل بعائلتين جزائريتين متواجدين في تركيا، تكفل تام بهما من ناحية الإيواء أو من ناحية النواحي الأخرى. يؤكد سعد سفير أنه لا وجود لضحايا جدد إلى غاية هذا الصباح، وأكد كذلك سعد سفير أنه حتى الآن لم يتم تسجيل مفقودين في هذا الزلزال من الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا. سعد سفير عبد الحميد عبداوي أكد كذلك على جهود الحماية المدنية اللي قامت بدورها على أكمل وجه في سوريا وتركيا وشرفت الجزائر في هذا المصاب الذي أصاب دولتين شقيقتين. إذا سعد سفير، على أمل أن نلتقي بك في الاستوديو إن شاء الله خلال الساعات القادمة، هذا وعد. شكرا. توعدني أن تجينا في الاستوديو سعد سفير؟ أكيد. شكرا. فقط كلمة أخيرة، نعم، من جهود الحماية المدنية وكذلك الهلال الأحمر الجزائري، و إضافة إلى ذلك نثمن جهود الجيش الوطني الشعبي الذي لولا قواته الجوية لما وصلت المساعدات ولما وصلت فرق الإنقاذ والجهد الكبير الذين يقومون به إلى اليوم. نعم. شكرا. شكرا لك سعد سفير، ومن خلالك إلى قوات الجيش الشعبي الوطني وخاصة قوات الجوية اللي شفنا كيفاش سرب أو حتى الجسر اللي قادته إلى سوريا واللي كسر الحصار، وكانت الجزائر أول دولة تدخل إلى هذا البلد الشقيق لكسر الحصار إنسانيا
مع الأشقاء في سوريا في وقت بقي بعض الدول تلعب دور الفأر في الاختفاء أو من الاختفاء من مساعدة أشقائهم.